مناوي يطالب بحل مجلسي السيادة والوزراء. قال رئيس حركة تحرير السودان نياركو مناوي إن الحكومة الحالية سيتم حلها عقب توقيع اتفاق السلام النهائي بجوبا في 3 أكتوبر القادم، مشيرا إلى ضرورة حل مجلسي السيادة والوزراء مع مراجعة الوثيقة الدستورية، وطلب بإعطاء الحركات المسلحة أولوية في السلطة عبر المحاصصات في الحكومة القادمة. تأتي تفجيرات 11 سبتمبر عقبة جديدة أمام ملف الإرهاب. كشف سفير السودان لدى واشنطن نور الدين ساتي عن تعقيدات جديدة ظهرت مؤخرا بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بإقحام البلاد مجددا في تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر. وأقر ساتي بأن هناك تعقيدات ظهرت مؤخرا بعد الاتفاق مع ضحايا السفارتين والمدمر كول. التضخم في السودان يقفز إلى 166% خلال أغسطس. قال الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم بالسودان تصاعد إلى 166.83% لشهر أغسطس الماضي مقارنة ب 143.78% في شهر يوليو. وعزل الجهاز ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز والحبوب والزيوت والدهون واللحوم والبقوليات. حرق منزل والي سنار الأسبق أحمد عباس. أضرم مجهولون النار في منزل والي سنار الأسبق أحمد عباس أمس، ونجت أسرة عباس من موت محقق عقب احتراق المنزل بالكامل. وقال نجل الوالي السابق بحسب صحيفة الانتباه إنه في حدود الساعة 2 صباحا صحت الأسرة على صوت انفجار في المنزل، فوجدوا نيران تشتعل خاصة الجانب الذي توجد فيه النساء. السلام عليكم.